السلام عليكم. اليوم أنا سويت اختيار مختلف وجديد وقررت اشتري لابتوب من منصة تسويق إلكتروني اسمها OurShopee. رح فرجيكم اللابتوب اللي اشتريت. طبعا اليوم OurShopee من أهم منصات التسويق الرقمي اللي موجودة بدولة الإمارات بدبي وبكتير غيرها من الدول. طبعا اليوم أنا اشتريت لابتوب اللي هو السيرفس بوك 3. هفتحه قدامكم مثل ما عم نشوف. كتير أنا صراحة مبسوط بالخيار اللي أخدته. جبت معه طبعا الماوس يعني والبن القلم. وهذا اللابتوب عبارة عن هو لابتوب من ويندوز آخر لابتوب البوك 3 512 جي بي الرام 32 15 انش وفي كل أصناف كل التكنولوجيا كل شيء ممكن تحبوا تلاقوه وتشوفوه بقلب اللابتوب. حفرجيكم يا هيدا ماك بوك 3. شوفوا شو حلو شو مرتب وإليجنت وسليم. أنا أخذت 15 انش أنتوا فيكم تختاروا 13 انش إذا بتحبوه يكون شوي صغير. طبعا الحلو بهذا اللابتوب انه هو كمان تابلت يعني هو لابتوب وتابلت بنفس الوقت يعني مثل ما عم نشوف. حفرجيكم يا تقريبا ها هذا اللابتوب نفتحه هيك وفينا كمان كان بي فينا هلا لازم ندوره لحتى لي نفتحه. هذا بيطلع بصير تابلت لحاله فيكم تستخدموا القلم واكيد وهو تاتش تستخدموا اليد. بنصحكم ب OurShopee افضل منصه تسوق الكتروني اونلاين. عندهم مثل ما شايفين كثير من الادوات الالكترونيه واللابتوبس وعندهم ايضا كثير من الاشياء اللي ممكن تتسوقوها تشتروها سواء كانت أجهزة إلكترونية أو تليفونات أو حتى عندهم مفروشات وأيضا الكثير غيرها من الأشياء اللي كلنا منحبها ومنستخدمها. رح نحكي أكثر عن هالموضوع إن شاء الله بالمستقبل وبفيديوهات قادمة. تحياتي لكم ومعكم شادي ضاوي.